إيهاب جلال أنا شخصياً على المستوى الشخصي زعلان عليه. زعلان عليه على إنه عنده فريق محترم ما قدرش يصعد بيه إلى المربع الذهبي. عنده فريق محترم في الماتشات الأخيرة اتغلب من الأهلي واتغلب من الزمالك واتغلب من مازيمبي وخرج وودع البطولة. فده أمر فيه علامات استفهام. الحاجة التانية عندما تم الاتفاق مع الكابتن إيهاب على تولي تدريب المنتخب ما كانش ينفع اصلا يفضل يدرب بيراميدز ابدا بغض النظر عن اي شيء. انا هدرب منتخب مصر ازاي ادرب؟ ده قال لك ان انا محتاج ادرب الاثنين. اللي هو ازاي؟ اللي هو ازاي ادرب منتخب مصر مع فريق اخر حتى لو كان الاهلي؟ ده منتخب مصر يا راجل. يعني مش بقول لك بيراميدز، بقول لك حتى لو الاهلي ما ينفعش تدرب منتخب مصر ومعاه الاهلي، انت بتدرب منتخب مصر، فاقول لك ممكن ندرب الاثنين مع بعض. اللي هو في اي عالم، في اي كوره، في اي تدريب، في اي احتراف، في اي شيء في كره القدم، عمرنا ما سمعنا ده. وهنا شايف النهارده حاله كبيره ضد ايهاب جلال، صراحه يعني، وعايز اقول لكم من الاخر يعني. هناك ازمه ما بين اتحاد الكوره وإيهاب جلال. ليه؟ في مجموعة من المجلس ما كانوش عايزين إيهاب جلال يبقى مدرب أو مدير فني. في مجموعة أدت أصواتها للكابتن إيهاب ومجموعة أخرى، ودول يعني من اللعيبة المحترفة منهم حازم إمام وبركات، ما أدوش أصواتهم لمين؟ لإيهاب. هم مش شايفين إن إيهاب قدراته قدرات تدير أو تدرب المنتخب المصري لكرة القدم. تدرب منتخب ومعاه لاعب بحجم محمد صلاح. أحسن لاعب في العالم. محمد صلاح ما تقدرش تقارنه بحد. بس لما تيجي هنا تتكلم محمد صلاح نجم منتخب مصر وبيدربه الكابتن إيهاب جلال، مع احترامي وأنا من الناس اللي كنت بتكلم على إيهاب جلال وقلت يا إيهاب جلال ونعمل وحسام حسن وقلنا بعض الأسماء يعني. ولكن النهارده يخليك لازم تراجع حساباتك، وحتى الاتحاد الكوره ما يراجع حساباته. ايه اللي يمنع يعني؟ ما انتوا شفتوا الماتش، هو انتوا الماتش النهارده عجبكم؟ لازم ايه المشكله يعني؟ يعني وارد جدا ان انا اغلط في قرار، وارد اغلط في قرار، غلطت في قرار، بس انا مش عايز كمان اتورط مع المنتخب. انا رايح تصفيات بطوله الامم السنه الجايه. فهل احنا امام مسؤوليه ولا مش امام مسؤوليه؟ لانه في الاخر الاتحاد اللي هيتحاسب. اذا حدث اخفاق زي اللي حصل لا قدر الله النهارده، احنا مش هنسمح بيه كجمهور، مش هنسمح ما نروحش بطوله الامم اللي جايه. فده كمان مفيش ما يمنع. والله لو كنا غلطنا عادي جدا نقول يا جماعه احنا شفنا ايهاب جلال الماتشات الاخيره مش الاداء اللي احنا كنا نتمناه. ده انا بتكلم على فريق بيراميدز، مش بتكلم على منتخب مصر. انت متخيل؟ بكلمك على منتخب مصر مش بيراميدز. مع احترامي ليهم يرجعوا بالسلامه، هم في الطياره دلوقتي، يرجعوا بالسلامه. لما تشوف الماتش ده مازيمبي سجل جون وبيهاجم كل الفريق ويدافع بكل الفريق ويسجل الجون الثاني، وبيراميدز تاني. بقول الامر احنا اللي يهمنا النهارده منتخبنا بصراحه، كفايه اللي حصل لنا بصراحه، مش عايزين يعني وجع تاني بصراحه. فلو الاتحاد الكوره لم يوقع حتى الان العقد رسمه، هو لم يوقع، في كلام يوقع ربما الاثنين او الثلاث اللي يا بكره يا بعده، على الارجح ربما يوم الثلاث، على الارجح، لانه هيبقوا راجعين تعبانين، وايه انه يبقى يوم الثلاث وبكره اجازه، فيبقى الثلاث بكره اجازه طبعا. كل سنه وحضراتكم طيبين، وبالتالي احنا شغالين معاكم بكره ان شاء الله هوا، عشان عندنا حلقه سيناء غدا، حلقه مهمه جدا هنتكلم عليها ان شاء الله بكره باذن الله. فزي ما بقول لحضراتكم لو ما كانش فكروا، انا بقول اهو نفتح الباب، نفتح الباب ما نقفلش، ونسمع للناس ونسمع للاراء، مش عايزين نلبس مره تانية في الحيط، لان دي مسؤوليه بصراحه. والكابتن ايهاب ممكن لو جت من عنده تبقى افضل، يعني من نفسه كده الكابتن ايهاب يقول يا جماعه الوضع
كذا وممكن يعني، وانا كمان بصراحة بقول له كده، بقول له يا كابتن لان انا